استقبل المواطنون والمقيمون التوجيه الملكي السامي الصادر بفتح المساجد والجوامع لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة وصلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بفرحة غامرة حيث فتحت المساجد أمس أو فتحت المساجد أمس أبوابها أمام المصلين لتأدية صلاة التراويح بعد انقطاعهم عنها العام الماضي بسبب الوضع الصحي الاستثنائي هذا وقد استكملت إدارة الأوقاف السنية والجعفرية استعداداتهما لاستقبال المصلين متبعة في ذلك المعايير والاشتراطات الصحية اللازمة داخل دور العبادة والتي تنسجم مع الجهود الدؤوبه التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في الحفاظ على سلامه الجميع